تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 20 الخاص للقعدان الحقايق من مسافة 4 كيلومترات، وتحضر هذه الأسماء وهذه الشعارات شعاراتي أبناء القبائل، وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة. نبدأ مع البداية مع أول المراكز، هنا معدي بشعار ظالح بن جابر بن سعيد الشهواني الهاجري يقدم لنا معدي مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. ثاني المراكز وصل القادم، هنا داري بشعار محمد بن شطيط بن سعيد العمري يقدم لنا داري مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل ثاير فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل يقدم ثاير مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل عذب علي بن حزام بن راشد الزعبي يتقدم مع عذب مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل طشار بشعار محمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع خامس الأسماء وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة. وأعود مع البداية، أعود مع أول الأسماء، طشار يغير إلى الصدارة مع الانطلاق الأول. محمد بن كردي بن طالب المنخس المري يقدم لنا طشار مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. ثاني المراكز وصل عذب علي بن حزام بن راشد الزعبي يتقدم الرسمي مع عذب مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات والتحديات. ثالث المراكز وصل القادم داري محمد بن شطيط بن سعيد بن راشد العمري يقدم داري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز سنيار أحمد بن محمد بالويه الجحافي يتقدم مع سنيار مع رابع المراكز. خامس الأسماء معدي فالح بن جابر بن سعيد بن هنا الشهواني الهاجري مع خامس المراكز، ولكن بن عقيل يتسلل مع ثاير فيصل بن صالح بن عقيل يتقدم مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء قادمة من الصفوف الخلفية بدأت بالانطلاق وبدأت بالسرعة قادمة، هناك تغزو الصدارة تغزو المقدمة، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع البداية. طشار مع الانطلاق الأول، محمد بن كردي بن طالب المنخس المري يقدم طشار مع أول الانطلاقات وأول التحديات. ثاني المراكز وصل القادم والمنطلق مع ثاني الأسماء، هناك داري محمد بن شطيط بن سعيد العمري يقدم لنا داري. ثالث الأسماء وصل سنيار أحمد بن محمد بالويه الجحافي يتقدم مع سنيار عذب مع رابع الأسماء بشعار علي بن حزام بن راشد الزعبي يتقدم مع عذب. خامس الأسماء وصل القادم المحية سعود بن عبد العزيز بن سالم المري يتقدم مع المحية مع خامس الأسماء وخامس الانطلاقات، ولكن البداية والمقدمة. هناك الانطلاق الأول المنخس يقدم لنا طشار محمد بن كردي بن طالب المنخس المري، بدأ بالانطلاق وبدأ بالاندفاع، ونستفتح أجواء الكيلو متر الأخير والخطير يا طشار محمد بن كردي بن طالب المنخس المري المحية مع ثاني الأسماء سعود بن عبد العزيز بن سالم المري يتقدم مع المحية، عذب مع ثالث الأسماء علي بن حزام بن راشد الزعبي. ورابع المراكز وصل القادم والمنطلق مع رابع المراكز الفايز علي بن محمد بن جابر بن فران المري، ولكن أعود مع البداية، أعود مع طشار. طشار مع الانطلاق الأول، محمد بن كردي بن طالب المنخس المري يقدم لنا طشار. ثاني الأسماء المحية سعود بن عبد العزيز بن سالم المري، قادم الاسم القادم الفايز علي بن محمد بن جابر بن فران. تحرك الفايز مع ثالث الأسماء
الله الله، بدأت المعركة وبدأ الصراع ما بين هذه الأسماء. مثلث ذهبي طشار الفايز، الفايز علي بن محمد بن جابر بن فاران يتقدم مع الفايز المحية ثالثا. اللحظات الأخيرة، الفايز الفايز يغير إلى الصدارة، الفايز علي بن محمد بن جابر بن فاران، طشار يعود. اللحظات الأخيرة، الفايز الفايز وطشار، طشار والفايز، طشار والفايز. وهنا الدخول جماعي مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما بين طشار وما بين الفايز، الفايز بشعر علي بن محمد بن جابر بن فاران، وأيضا طشار بشعر محمد بن كردي بن طالب المنخس المري ثالث المراكز. وصل المحية سعود بن عبد العزيز بن سالم المري ورابع المراكز، عذب علي بن حزام بن راشد الزعبي وخامس المراكز، وصل خامس المراكز المفرة بشعر مبارك بن حسين بن راشد بن حسين الجربوعي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان الشحنية. حتى الرمق الأخير كان طشار والفايز. ها هو مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على ما يبدو لي طشار هو من انتزع الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا والناموس لمالك طشار محمد بن كردي بن طالب المنخس المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 6 دقائق ثانيتين و72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك طشار محمد بن كردي بن طالب، او 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، او 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري من قدم لنا طشار ثاني المراكز كان الفايز. التوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 74 جزء من الثانية كان الفايز بشعار علي بن محمد بن جابر بن فرال المري ثالث المراكز. 6 دقائق 5 ثواني 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المحية من احتل ثالث المراكز سعود بن عبد العزيز بن سالم المري.